حضورنا اليوم إلى جانب كل الشعب المغربي في هذه المسيرة المليونية هو تعبير على أننا سنظل أوفياء لمقدساتنا، أوفياء لأرضنا، أوفياء من أجل تحرير ما تبقى من أجزاء أراضينا المغتصبة، تندوف، كولومب الشار، القناتسة، وتدكلت، وكذلك سبتة ومليلية. ولهذا نحن نوجه رسالة إلى المنتظم الدولي، إلى العالم، على أننا شعب موحد وراء صاحب الجلالة من أجل تحرير الأراضي المغربية. مسيرة وطنية مغربية بامتياز، مسيرة فوقنا احنا، فوق الأحزاب، فوق الجمعيات، مسيرة عبرت بشكل واضح بأن الصراع على الصحراء ليس صراع حدود مع الجيران، ولكن هو صراع وجود أيضا بالنسبة للشعب المغربي، وأي مس بهذا الحق يعتبر مس في العمق المغربي. هي رسالة لنؤكد الأمين العام أن هذه الأساليب تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وحرصها في السلم وحق الشعوب في التعبير عن آرائها وعن رأيها. الشعب المغربي بصحراويه وأمازيغيه وكذا عبر عن رأيه، ما من محطة، ولذلك هي محطة أخرى لنؤكد تراصنا ووحدتنا وراء جلالة الملك ودفاعا كذلك عن قضيتنا الوطنية. جميع المكونات ديال المجتمع المغربي ملتفتة اليوم حول القضية الوطنية ديالنا، وكنستذكروا تصريحات ديال الأمين العام ديال الأمم المتحدة اللي خرج عن النطاق ديال المنهجية ديال التحايد اللي خصو يتميز بها. فهذه المسيرة أكبر برهان على تشدد المغاربة بالقضية الوطنية ديالهم وراء صاحب الجلالة الله ينصره. باقي الأحزاب السياسية الوطنية نددت كذلك بتصريحات بان كي مون التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مجددة التأكيد على مغربية الصحراء وتشبتها بالوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى الجويرة، مسيرة تعد بمثابة رسالة من المغرب إلى العالم ترسم أرقى صور الإخلاص لشعب وفي لوطنه. يوم الرباط كله مسيرة كنعبروا أولا على الدفاع ديال الشعب المغربي قاطبة على الوحدة الترابية ديالو وعلى الصحراء ديالو، وكذلك كنعبروا على موقفنا للدفاع عن الأمم المتحدة، لأن السيد الأمين العام بتصريحات ديالو بتصرفات ديالو وضع الأمم المتحدة في خطر. مسيرة ديال الشعب المغربي أحسن رسالة البان كي مون والجميع المناورين على القضية الوطنية والجميع الأعداء الخصوم للوحدة الترابية، كيقول فيها الشعب المغربي إلى هاد الناس كاملين أن المغرب الصحراء ديالو، وأن الصحراء في المغرب والمغرب هو صحراوي. الصحراء مغربية والمغرب سيظل دائما كما كان ولازال مرفوع الرأس وراء جلالة الملك. أقول لبان كي مون وأمثاله أن المغرب لن يزحزحه أحد عن شبر من أرضه. حزب الشورى والاستقلال هو أقدم الأحزاب المغربية، يقول لهؤلاء وأمثال بان كي مون بأننا ندين هذه التصرفات. وبالتالي أحب من أحب وكره من كره، الساكنة الحالية من منظوم قانوني الصرف هي ساكنة مغربية 100%. من باب المستحيل أن شي واحد يخمم عن طريق القانون أنه يخرج الساكنة الحقيقية. اليوم الشعب المغربي تعبر عن رفضه ما جاء من تصريحات للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، واللي تتعبر على نوع من الاستفزازات. تنقول بأن رغم أن لن يستطيع أحد أن يضغط على المغرب، إذا كان الأمين العام تيتعرض لضغوطات من خصوم الوحدة الترابية راه المغرب لن يقبل بأي ضغوطات. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر في تصريحاته الأخيرة عن عدم حياده في نزاع يفترض فيه أن يكون محايدا، وبالتالي فإننا نعتبر أهليته في إدارة هذا الملف قد سقطت. وهي تصريحات تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة، بحيث يفترض أن الأمين العام والموظفين الدوليين
يجب أن يلتزموا الحياد، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة، كما أن الوصف المستعمل من قبل الأمين العام المتحدة لوصف الوجود المغربي في أقاليمه هو وصف يجانب الصواب. كل فئات ديال الشعب المغربي كنستنكروا تصريحات الغير المسؤولة والغير المنطقية اللي صرحها السيد الأمين العام بان كي مون، شيء اللي بين أن السيد بان كي مون هو بعيد كل بعد على غير واعي بمسؤوليته، غير واعي بالقانون الدولي.